بالفعل احنا بدأنا الفعاليات الإعلانية للمرشح بتاعنا حمدين صباحي حسب المقرر قانونيا في قانون اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وهو بداية الإعلانات الدعاية الإعلانية لرئاسة الجمهورية الخاصة بالمرشحين من أمس. وبالفعل احنا بدأنا اليوم النهاردة في الدعاية الإعلانية في شارع القاهرة، وعلى غرار هذا اليوم بدأنا بالفعل الفعاليات على مستوى جمهورية مصر العربية. هدف الفعاليات هو وصول للمعلومة الحقيقية عن المرشح حمدين صباحي للناس، وبعض واعطاء بعض المعلومات البسيطه جدا عن البرنامج الانتخابي لحمدين صباحي، وهي اهمها مكافحه الفساد ووجود عداله انتقاليه وعداله اجتماعيه بالحقيقيه موجوده على ارض الواقع وليس مجرد شعارات نقول نتردده. هي بالفعل هي فعاليات من بعض مؤيدين حمدين صباحي معبرين عن مدى حبهم ودعمهم للمرشح حمدين صباحي في وجود الأرض مسبقا، وبدأنا بالفعل الدعاية القانونية على هذا الغرار الموجودة في الشارع على أرض الله.